أبدأ معك دكتور أحمد. الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال وقعت اتفاق إعلان مبادئ ينص على علمانية الدولة. ما الذي لين المواقف بعد خلاف دام لعدة أشهر حول هذه البنود أصلا؟ نعم، اليوم تم توقيع على إعلان المبادئ بين الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة القائد عبد العزيز آدم الحلو والحكومة الانتقالية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وإعلان المبادئ الذي تم توقيعه اليوم هو اختراق كبير جدا في ملف التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهو امتداد لنقاشات وحوارات كثيرة وسابقة تمت بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وأشهر ذلك اللقاء الذي تم في أديس أبابا بين فخامة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والقائد عبد العزيز آدم الحلو، والتوقيع أيضا على وثيقة إعلان مبادئ سياسية. ما حدث اليوم هو تطوير لتلك المحادثات ولتلك المكاتبات التي تمت، وهو اختراق حقيقي وعالج المشكلة التي أزمت التفاوض وأوقفت عجلة حركته للأمام. هو مسألة علاقة الدين بالدولة. هنالك آراء كثيرة جدا انتشرت هنا وهناك من بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة وتلك الفكرة، والآن توصل الأطراف إلى مبادئ مهمة في هذه المسألة تحديدا، مسألة علاقة الدين بالدولة، حيث أقر الطرفان بأن السودان بلد متنوع الأديان، متنوع الثقافات، متنوع الأعراق، وأقر بحرية ممارسة الشعائر الدينية المختلفة لكل الديانات، وأقر أن تكون الدولة دولة مدنية، دولة مدنية ديمقراطية، بحيث أن القوانين التي تحكم البلاد تقوم على أساس مدني ولا تقوم على أساس ديني. هذه المسألة هي تعد نقطة وسط بين ما كان يتمناه القائد عبد العزيز آدم الحلو وأركان حربه في قطاع الشمال، وبين رأي الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء وخلافه من الذين يتابعون هذا الملف. هذه منطقة وسط مقبولة للطرفين، وهي الآن تفتح الباب عريضا للتفاوض ليسير إلى منتهاه، وبذا نكون قد طوينا آخر الملفات المتعلقة بمسألة الحرب في السودان والحركات، مع التمني بانضمام القائد عبد الواحد محمد النور إلى هذه الاتفاقية، وهو قريب جدا من الانضمام، وبذا نكون غطينا مسألة الحرب والسلام في السودان بكلياته.